أحب أعرف السادة المشاهدين ببنك الجينات والأصول الوراثية الأحياء المائية المصرية. هو أول بنك من نوعه في مصر وفي أفريقيا، منوط بحفظ وتحليل وتسويق الأصول الوراثية للأحياء المائية، وخاصة ذات الأهمية الاقتصادية. الأصول الوراثية بتنقسم إلى جزئين: المادة الوراثية اللي هي بينشأ منها الكائن، والخلايا الضامة لهذه المادة الوراثية اللي هي زي الحيوانات المنوية والأمشاج. هذا البنك منوط بحفظ هذه المواد الوراثية بعد تحليلها، والتأكد من أن هذا النوع من الكائنات الحية أو من الأحياء المائية له أهمية اقتصادية من حيث النمو، من حيث مقاومته للأمراض. ببدأ أعمل له حاجة اسمها البايو بانكينج عشان أحافظ على استدامته وفي نفس الوقت أسوقه. الحقيقة بداية نشأة هذا البنك كان هو المحافظة على ما تبقى من المحتوى الحيوي داخل البيئة المائية المصرية، وبعد عجز الحلول التقليدية المتمثلة في المحميات الطبيعية ان هي تقدر تحافظ لنا على الأنواع، وخاصة في ظل التغيرات المناخية. التغيرات المناخية أكبر مني ومن أي شخص، فممكن في المحميات الطبيعية النوع ده او النوع ذات الاهميه الاقتصاديه ده ممكن ان هو ينقرض. وبالتالي العالم كله بدا يفكر في فكره البنوك الحيويه، ان انا باخد اصل هذا النوع واحفظه عندي لعشرات او لمئات السنين. وميزه البنك الحيوي ان انا بقدر اعمل اعاده توطين لهذا النوع في اي وقت وفي اي مكان، وبسوق منه برضه. وبالتالي أصبحت البنوك الحيوية من أفضل الوسائل للمحافظة على استدامة النوع وتسويقه. كمان البنوك الحيوية بتعتبر أساس برامج التحسين الوراثي. احنا عارفين ان في مصر وفي افريقيا مفيش اي برامج تحسين وراثي الاحياء المائية، كلها قايمة على التهجين العشوائي ما بين الانواع. لكن برنامج التحسين الوراثي الصح هو ان انا اقدر انقل الصفة الوراثية لهذا النوع، الصفة الوراثية مرغوبة لهذا النوع، وازود من الصفات الوراثية المرغوبة ليه. ما اقدرش اعمل الكلام ده الا اذا كان عندي بنوك من الخلايا البادئة زي الحيوانات المنوية الأمشاج اللي أنا أقدر أعمل عليها برامج التحسين الوراثي. البنك مكون من وحدتين رئيسيتين: وحدة المعامل، وعندنا هنا ثلاث أنواع من المعامل. الوحدة الأولانية هي وحدة التحليل الوراثي، وده أنا بجيب فيه النوع وبعمل تحليل وراثي شامل للنوع ده، بحيث ان انا اقدر اعرف اي نوع او اي سلالة من النوع فيها صفات وراثية مرغوبة. يعني بتديني نمو عالي، بتديني مقاومة للامراض عالية. باخد هذا النوع او العشيرة دي وببدأ انقلها نحو الوحدة التانية او المعمل التاني عندي، ان انا اللي هو معمل حفظ الجيرم بلازم او اصل هذا النوع، وبخزينه عندي لفترات طويلة جدا. الوحدة التانية عندي هي وحدة الانتاج وتسويق هذا النوع، بان انا بجيب النوع الحيوانات المنوية والامشاج المجمدة دي وبحطها عندي في وحدة التفريخ الصناعي، وبعمل منها كميات كبيرة جدا. بقدر اسوق الحيوانات المنوية المجمدة، وخاصة من الانواع اللي هي الطبيعية ذات صفات وراثية مرغوبة. يعتبر الفريد من نوعه مش في الشرق الأوسط وبس، في أفريقيا. وعشان كده في دول أفريقية بدأت إن هي تتعاون معانا حديثا. فعندنا جامعة بني غازي في ليبيا بدأت تبعت لنا عينات لتحليلها، لتحليل المحتوى الوراثي بتاعها وحفظ المحتوى الوراثي بتاعها. عندنا برضو جامعة لاجوس في نيجيريا بعتت لنا برضو عينات نحللها. البنك بيتطلع مستقبلا ان احنا نحافظ مش على الاصول الوراثية للانواع ذات الاهمية الاقتصادية القاطنة في البيئة المائية المصرية وبس، لا، ده في دول حوض النيل كمان. ليه؟ لان دول حوض النيل او منابع النيل بتسخر بانواع كتيرة جدا من الاسماك والتماسيح، ودي ثروات قومية لبلادهم معرضة
للانقراض، وبالتالي انا كوحده متخصصه اقدر ان انا احافظ على الاصل الوراثي للنوع ده واسوقه لينا وللبلاد الافريقيه دي برضو. سجلنا تحاليل وراثيه لاكثر من 1000 نوع من الاحياء المائيه القاطنه في البيئه المائيه المصريه، وتم تسجيل هذه الانواع في البنك الدولي للجينات. والحقيقه بيجي لنا طلبات من دول كتير وخاصه دول الاتحاد الاوروبي والصين ان هم عايزين يتعاونوا معانا، بس طبعا هذا النوع من التعاون بيحتاج موافقات هيئات كتيره جدا. الموافقات دي بتاخد وقت، وبالتالي بس احنا فاتحين ايدينا لكل دول العالم وحاطين بريوريتي للتعاون اولا مع الدول الافريقيه، لان دي تكلفات الحقيقه رئاسيه، وسياسه البلد حاليا بتعطي اولويه للتعاون مع الدول الافريقيه وعمل سوق سواء علمي او تجاري مع الدول الافريقيه. جميع الحلول اللي اتعملت لاستدامه التنوع الحيوي داخل البيئه المائيه، من ان انا اعمل إدارة للبيئة المائية أو أن أنا أعمل محمية طبيعية، أصبحت عاجزة عن حماية هذا التنوع الحيوي، لأن زي ما أنا قلت أن التغيرات المناخية ما بيقدرش حد يتحكم فيها. لكن الحل الوحيد في البنك الحيوي أن أنا بجيب هذا النوع بحفظه عندي بعيد عن العوامل البشرية والتغيرات المناخية، بحفظ أصل هذا النوع عندي لعشرات أو مئات السنين. واللي يميز البنك ان انا بعمل اعادة توطين لهذا النوع في اي مكان وفي اي زمان، وبقدر اعمل خط تسويقي منه. فالبنك هنا ميزته ان هو بيحافظ على استدامة التنوع الحيوي وتسويق الانواع ذات الاهمية الاقتصادية وعايشة في البيئة الطبيعية. بلو جين بنك للاسماك القاطنة بالبحيرات المصرية، والمشاكل طبعا اللي بتتعرض لها اساسا الاسماك من خطر الانقراض والتلوث وكده، وكمان من مخاطر التغيرات المناخيه اللي هي زودت ملوحه البحار، فابتدت بعض انواع الاسماك تنقرض او تكاد تكون انها مش موجوده السلاله الحقيقيه، بدليل ان سمك البلطي اكتر سمكه حصل فيها تهجينات على مدى حوالي 20 سنه فاتوا واكتر، فكانت اكتر سمكه بيحصل فيها تهجينات، فمش عارفين نوصل للجينيس الأوريكروماس نيلوتيكاس أو البولتي النيلي الحقيقي اللي هو المميز به في مصر، وخاصة أن سمكة البولتي النيلي دي معروفة من أيام القدماء المصريين، وكانت دايما مرسومة على المعابد هي وسمك الكاتفيش الأرمون، دي من الأسماك المصرية الأصيلة، فابتدى أنها تتدهور وراثيا ومش بنقدر نجد السلالة الحقيقية، لكن هي موجودة بأعداد محدودة مثلا في بحيرات ناصر. بحيرة ناصر دي أكبر بحيرة صناعية في أسوان، فهي موجود فيها السلالة الحقيقية أصلا، فبنبتدي نجيبها ونبتدي نفحص الجيرم بلازم سواء كان حيوان منوي أو بويضة. فأنا علشان أحافظ بقى على السلالة بتاعتي لازم يكون عندي مخزون كبير من الحيوانات المنوية اللي بقدر أعمل بيها إخصاب صناعي فيما بعد، وبالتالي أحافظ على السلالة بتاعتي من خطر الانقراض أو التدهور أو التلوث. وفي نفس الوقت بفحص بقى أول حاجة العينات، بجمع عينات السائل المنوي بعد ما ببتدي أعمل أقلمة للأسماك البلطي النيلي اللي جاينا من أسوان، وابتدي أن أنا أفحص عينات الحيوان المنوي نفسه وأشوف الجودة بتاعته، هل جودته تسمح بأن أنا أبتدي أخزنه أو أن أنا أحفظه في فترات طويلة أقدر أستخدمه فيما بعد كمخزون عندي استراتيجي للسمكة دي أو لنوعية السمكة دي. وفي نفس الوقت أنا حافظت على السلالة كمورد وراثي حيواني أصيل، وفي نفس الوقت أبتدي أستخدمه في أن أنا أحسن من جودة السائل المنوي. جودة السائل المنوي اللي هو تقريبا بتشمل علاقات أو برامترز كتير جدا بينها وبين بعضها. أول حاجة الحركة الحيوية للحيوان المنوي، تركيز الحيوان المنوي بيختلف من سلالة لسلالة، بيختلف من بيئة لبيئة، ده طبعا أنا بحاول أن أنا أوفر كل العوامل وبعمل محاكاة للطبيعة أن أنا أوصل لأفضل جودة سائل منوي مستخلص من سمكة البلطي النيلي. فببتدي أن أنا
اسحب العينات، ابتدي افحصها، اقدر فيها الحيويه، الحي والميت، اقدر فيها الشاذ النورمال والاب نورمال، اقدر فيها الحركه، اعد فيها التركيز بتاع الحيوان المنوي، كام خليه عندي في الوان ميكوليترز، وبالتالي ابتدي بقى اتعامل معاها من خلال الاكتيفيشن والدي اكتيفيشن للسبرم سيلز علشان ابتدي احفظها في الليكويد نيتروجين. الليكويد نيتروجين اللي هو بيحفظ لي كل خلايا الجيرم بلازم لسنوات طويله اقدر ومدة طويله اقدر ان انا استفيد فيها بعد كده بالاخصاب الصناعي للبويضات، وابتدي ان انا احافظ على السلاله بتاعتي. طبعا بنستخدم مواد كيميائيه حفظ بيولوجيه، يعني ايه؟ الماده دي بتبتدي تعمل زي احاطه بخليه الحيوان المنوي، ومن حيث انها بتحفظه من عمليات الفيتريفيكيشن او التزجج اللي هي عمليات تكوين بلورات التلج، فببتدي ان انا احافظ على خلايا السبرم من انها ما تتكسرش معايا، وبالتالي احافظ عليها وقت اطول. فالمواد ان انا بستخدمها سواء كانت اكستندر الاول بخففها، وبعد كده بستخدم لها الكراي بروتكتنتس من الديمسول جليسرول بروبيلين جلايكول، وكل المواد دي ابتدي ان انا اوصل لأفضل بروتوكول لحفظ سبرم سيل اوف نايل تلابيا. البروتوكول ده بياخد وقت طويل، يعني انا عندي التريال الواحده ممكن اقضي فيها اسابيع طويله وشهور طويله لان انا اوصل لافضل جوده من خلال الماده الكيميائيه اللي انا استخدمتها في الحفظ، ماده حفظ بيولوجيه، ابتدي اوصل لافضل معدل من الماده دي لحفظ السبرم سيل اوف نايل تلابيا. تنظيم الإكوليبريشن تايم. الإكوليبريشن تايم هو الزمن اللازم لإيه؟ لدخول المادة الحافظة البيولوجية داخل خلايا السبرم علشان تبتدي تعمل لها حلقة كده من السائل حوالين خلية السبرم فتحفظها من عمليات الفيتريفيكيشن أو التزجج اللي هي عمليات التبلور لبلورات التلج داخل الحفظ. فممكن درجة واحدة ممكن تعمل تشوك لخلايا السبرم، فدي من أهم الصعوبات اللي ممكن تقابلنا. ممكن تركيز يختلف عن تركيز لأن المواد المستخدمة سواء كان ديمسو بروبيلينجلايكول ليها تركيزات المواد مختلفة، فاحنا بنعمل تريالز محاولات لأن أنا أفضل أقدر أوصل لأفضل تركيز من المادة اللي أنا بستخدمها كحفظ بيولوجي لخلايا السبرم سيل. هو أحدث جهاز وصل مصر حالياً اللي هو جهاز الكاسة، لأنه يعمل تقدير لحيوية وجودة السبرم، اللي هو بقدر أقول إزاي أو أن أنا بقدر أحدد الكواليتي بتاعت السبرم سيل. كواليتي السبرم سيل الكاسة عندي الليكويد نيتروجين، عندي أجهزة بنعمل دي إن إيه فرجمنتيشن، خاصة أن أنا بشوف مدى تحلل خلايا الدي إن إيه داخل مدى تحلل المادة النووية لخلايا السبرم الدي إن إيه نفسه، فإزاي إمتى حصل له فرجمنتيشن، هل هو فرجمنتد أو نون فرجمنتد. فده اللي بالنسبة لنا جديد شوية طبعا في موضوع ان احنا نعمله على السبرم سيل هنا في المعهد. بالنسبة لتربية الاحياء المائية، فانا بقدر احافظ بيها على الكائنات المائية نفسها، فده بالنسبة لنا اول بنك بقدر احافظ بيه على الموارد الوراثية الحيوانية اللي خاصة الخاصة بتربية الاحياء المائية، وخاصة ان انا بحافظ عليها من اثر المعاملات البيئية اللي حوالينا، المتغيرات البيئية الكتيرة جدا والمناخية الكتيرة جدا. فبالنسبة لنا دي اول خطوة على طريق النجاح، ان انا احافظ على الكائنات البحرية سواء كانت في المياه العذبة والمياه المالحة والبحيرات. داخل بنك الجينات احنا طبعا بنحافظ على البويضات والحيوانات المنوية. انا بالنسبة لي هنا مختص بشغل البويضات. طبعا البويضات ان احنا بنحاول ان احنا ننتقي افضل البويضات من حيث الحجم المكونات داخل البويضة، بعد كده بنستخدم طبعا مواد حافظة بحيث ان احنا بنحط البويضة دي في ليكويد نيتروجين او نيتروجين السائل، ودي درجة حرارته -196، وبالتالي عشان احفظ البويضة في ليكويد نيتروجين فلازم اعملها بمعاملات خاصة بحيث ان هي تحاول ان هي تحافظ على البويضة كتكوينين ما تتكسرش، ما يحصلش اي خلل داخل التركيب الجين الخلية او التركيبات الخلوية. طبعا ده بيتم بمواد، المواد دي بنسميها مواد حافظة، ودي مواد كتيرة جدا. احنا داخل المعمل عندنا هنا بنستخدم حوالي 6 مواد بحيث ان احنا نحافظ على البويضة اثناء عملية التجميد داخل الليكويد نيتروجين. وطبعا البويضة هي تعتبر نصف المكون للأسماك طبعا، لان بيكملها الحيوان المنوي،
فاحنا بنحافظ عليها بحيث ان هي تقعد مدد كبيره جدا جدا جدا، بحيث ان احنا بنحاول ان احنا نحافظ على الاصول الوراثيه لاسماك البلطي، لان معروف اسماك البلطي المنشا بتاعها افريقيا، ولكن السمكه دي نتيجه سهوله استزراعها وانتاجها فطبعا انتشرت على مستوى العالم، وطبعا في تغيرات كتيره حصل في التركيب الجيني بتاعها نتيجه الابحاث اللي بتتم عليها، وبرضو يعني خوفا من يحصل فيه اي كارثه وبالتالي يضيع التركيب الجيني للاسماك، فاحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله برعايه من داخل البنك ان احنا نحفظ البويضات اسماك البلطي، وطبعا بعد الحفظ ان شاء الله برعايه بنعمل عمليه اللي هو التلقيح الصناعي سواء كان بحيوان منوي فريش او ان احنا برضو بنعمل حيوان منوي محفوظ في الليكويد نيتروجين، بعد كده نعمل عمليه اللي هو الاخصاب الصناعي ما بين الحيوان المنوي المحفوظ في الليكويد نيتروجين وكذلك البويضه المحفوظه في الليكويد نيتروجين. الصعوبه في اسماك في البويضات الاسماك ان كميه المح داخل البويضه بيبقى كبير جدا، ده بالمقارنه ببويضه الانسان يعني، فده بيعتبر عائق كبير جدا في دخول المواد الحافظه داخل البويضه، ويمكن عالميا يعني الى الان لم يتم النجاح 100% في الحفاظ على بويضه الاسماك، وده اللي احنا بنسميه فعلا التحدي لينا ان شاء الله برعامين، حته ان احنا نحفظ البويضه في ان شاء الله وقت قريب باذن الله برعامين. يعني احنا في بحث علمي فبنخش في عمليه التجريب ونجرب مواد ما تنفعش نجرب مواد تانية، او نفس الماده ممكن نغير في التركيزات بتاعتها، الفترات الزمنيه للمواد المستخدمه، الفتره الزمنيه في الحفظ، كل دي عوامل طبعا تاخد وقت كبير جدا طبعا، يعني مش بسهوله ان احنا نوصل لحاجه زي كده في وقت قصير، لا لابد ان احنا فعلا ان احنا نعمل تجارب كتير، وده فائده البحث العلمي. يعني بشكل علمي مبسط مكون الخليه بيعتبر اكبر مكون فيها اللي هو الميه، وبالتالي علشان ان انا اجمد بويضه فبالتالي المكون الداخلي بتاعها اللي هو الاكبر اللي هو الميه ده بيكون شكل بلوري، الشكل البلوري ده بيعمل على تكسير البويضه من جوه كمكون، وممكن يؤدي الى تمزق غشاء الخليه، وبالتالي الخليه كده تعتبر ماتت يعني. فهو التحدي هنا ان انت ازاي تقدر ان انت تحافظ على البويضه من عمليه التكسير او ان الغشاء يتمزق او المكونات الداخليه يحصل لها اي تكسير، فده بيتم عن طريق ان احنا بنجيب مواد، المواد الكيميائيه دي بنسميها مواد حافظه، دي احنا نحاول ان احنا ندخلها داخل البويضه، دخولها داخل البويضه ده بيقلل من عمليه تكوين البلورات الثلجيه اللي هي ناتج من وجود الميه داخل الخليه، وده اللي بيحافظ عليها داخل ليكويد نيتروجين اللي هي -196.